السلام عليكم. من الأسئلة اللي دائما مرات توصلني شباب مثلا يبحثون عن وظائف وغيرها، فودنا نتكلم اليوم شوي عن الموضوع هذا، خصوصا للطلبة اللي موجودين بالجامعة أثناءها قبل لا يتخرج. طبعا الحديث يطول، لكن نستخلصها بعجالة. عجالة هذه توب عليها. طيب، كم نقطة سريعة. دائما موضوع الخبرة لما يفكر الواحد مثلا في وظيفة لما يتخرج، دائما موضوع الخبرة يجي يقول لك والله طيب أنا من وين جيب لي الخبرة إذا وأنا ما تخرجت. طبعا غير موضوع الكوأب أو الفترة التدريبية، يعني واللي هذه نعتبرها فترة ذهبية لازم تستغل. فأحرص إذا كان عندك كوأب خصوصا أنك تروح شركة فعلا تستفيد منها، عشان كذا لازم تخطط من قبل. غير الموضوع هذا طبعا استغلال وقتك بالجامعة في أنك تاخذ تعمل بارت تايم، عمل جزئي. العمل الجزئي هذا ممكن يبدأ بالجامعة وممكن يكون خارجها. من الأمثلة مثلا خارجها ممكن تعمل في مكتبة ولا في أحد المحلات اللي بالمولات ولا مطاعم ولا كوفي شوبات ولا غيرها، هذه تكلمنا فيها كثير. فالفكرة أنك تبدأ في شيء. المحلات هذه لو أنت بالنسبة لك تحس لا ما أدري إيش، الآن طبعا الحمد لله أظن عدينا المرحلة هذه. الفكرة أنك تكسب أي نوع من الخبرة، والخبرة هنا جزء منها أنك تعرف تتعامل مع العملاء، مع الزبائن، مع الناس، العمل بنفسه. فهذا من الأشياء اللي دائما الشركات تبحث عنها. أنا هذا اللي بوظفه إيش ضمني يجلس يعرف يشتغل ما يعرف، يعني غير شهادتك. عشان كذا الفجوة ما زالت موجودة. فالشركة بشكل عام تبي تقلل نسبة المخاطرة أني أوظفك، فأنت واجبك أنك تبين لهم إن أنا مش مخاطرة عليكم، بالعكس يعني أنتوا زي اللي محظوظين أنكم تحصلوني. فالفكرة كيف نصك الفجوة هذه، ومنها بالعمل الجزئي. ليش؟ لأن لما يجون مثلا أنت بتروح مقابلة شخصية أو غيرها بيسألونك ها إيش سويت غير شهادتك، عندك شيء تقوله. وهذا يرجعنا للنقطة الثانية اللي هي عندك شيء تقوله. فلما نقول عندك مقابلة، عندك مشروع تتكلم فيه، عندك عمل قمت فيه، الأعمال التطوعية طبعا هذه تكلمنا فيها، فكلها تصب في مصلحتك بعدين تبني فيها البروفايل حقك. طبعا انك تفتح لك حساب في لينكدين ذكرناها من قبل، طبعا غير في لينكدين وفي بيت وفي بلورك للبنات وغيرهم، بس يمكن لينكدين من المواقع اللي بارزة صراحة. أنا أتكلم على الأقل من الشباب اللي أسمعهم بالجامعة عندنا. فابن البروفايل حقك، أي عمل تقوم فيه اذكره، البروجكتات إذا عندك لينك، إذا عندك شيء حطه هناك. حط لك صورة، في ناس ما تحط صورة أو تحط له صورة وسع صدرك، لا حط لك صورة، وإذا قدرت أنك تكون مبتسم بيها بعد كويس. وبعد تكلم مثلا عن بروفايلك أو حساباتك في السوشيال ميديا، تويتر أو غيره، طبعا غير إبراز لينكدين. مهم أنت مثلا تتابع مين، وبعدين إيش الأشياء اللي تكتبها، فالناس بتكون صورة ذهنية عنك. فإيش الصورة الذهنية هذا اللي تبي تكونها عنك؟ تكلمنا عن موضوع الصورة الذهنية وهذه مهمة. فإيش الكلمة اللي تبي تربط فيك؟ فاشتغل عليها واستمر فيها وقوها وابرزها. بس ودي أرجع لموضوع العمل الجزئي. طبعا حنا ما قاعدين نقول بس اعمل في الكوفي شوبات وغيرها، لا طبعا روح لشركات. اليوم في مثلا خصوصا الستارت ابس يبحثون عن مثلا البارت تايمرز وغيره، فالخبره معاهم ممكن تستفيد منها كثير حتى لو ما بتحصل قروش. المساله الان مش مساله قروش، مساله كيف تحصل هالخبره اللي انت تحتاجها.
فالستارت ابس واليوم خصوصا موضوع السوشيال ميديا الان كثير من الشركات خصوصا في التسويق يبحثون عن ناس تعمل بارت تايم في العمل هذا. طبعا بغض النظر عن الاكسبرتيز هذا موضوع طويل، لكن بشكل عام مطلوب. ف يعني شوف الشركات، وخصوصا طبعا كل ما كان الشيء طبعا اقرب لتخصصك كان افضل، فشوي شوي لما تحصل الخبرة اللي تبيها مع الوقت. آخر نقطة طولنا عليكم اللي هي استراتيجية قط وجهك، هذه ذكرناها من قبل وبحط لكم الرابط فيها في السناب الجاي، لكن هذه استراتيجية جدا قوية، اللي ما يعرف عنها يروح يشوف السناب حقي. هذه طبقها اللي موجود بالجامعة الآن واللي يبحث عن وظيفة وبعد يتخرج، لأنه وصلتني بعد الحمد لله ردود طيبة عليها وناس جربوها وجابت نتائج حلوة. فجرب استراتيجية قط وجهك بقوة. أعطيكم الرابط في السناب الجاي. الزبدة باختصار انك تحاول تبني ماركتك الشخصية وانت بالجامعة، بحيث انك بس تكون كونت اسم قبل لا تتخرج، فلما تجي تتخرج الموضوع يكون سهلات ان شاء الله وموفقين.